بعد الإطالة. هكذا تواصل مستمرة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نسير بحفظ من الله ورعايته، هكذا ننطلق مع رمز آخر كما شاهدنا أيضا هنا مشغلة تضيف إنجاز آخر من خلال إنجازاتها المتكررة. تهانينا لرصاص بسالم الرصاص العامري على هذا الفوز والانتصار، بأيضا الدرع، أيضا درع الإبكار الحجاج من مسافة الأربعة كيلومترات. تهانينا لأبو تميم حمد بن سعيد الحبسي من قدم مشغلة بأداء وبنجومية كبيرة، شاركت معنا في أيضا تسعيرة هجن الرياسة الرابعة واستطاعت أن تنتزع في ذلك اليوم السيارة الخامسة التي رصدت من قبل أيضا مؤسسة هجن الرياسة، تشارك اليوم في الشوط المفتوح وتأتي بالرمز الغالي. تهانينا لرصاص بسالم العامري. هكذا مشاهدين الأعزاء ينطلق رمز آخر بحفظ من الله ورعايته، رمز الجعدان مباشرة إلى مقدمة الشوط، مباشرة إلى الصدارة الأولى، مباشرة إلى شعار راعي بن صوغان يتواجد، شعار راعي هملول ينطلق، شعار الوثباوي يسير هنا مع رمز محمد بن علي بن الحميدي المنصوري، أحد الشعارات أيضا الغنية عن التعريف، يقدم العديد من الأسماء القوية والرنانة في عالم الأصالة. أيضا هنا يأتي مع رمز ويبحث عن الرمز، وإن شاء الله فالك الرمز يا راعي بن صوغان. المركز الثاني المختبر لحمدان بن محمد بن غدير الدرعي، وصل شعار بن غدير، شعار بن غدير يقدم المختبر، بينما نقله الى المركز الثالث اللي وصل متعب مطر بن حمد بن عصيان المنصوري، ياتي على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من الهواوي مطر بن علي بن مكتوم الينيبي، وصل في هذه اللحظات، ولكن التحديات الاخرى، الدخول القوي من رعد سعيد بن مسر بن علي المري، الخمس المراكز الاولى، الرمز الغالي تسعيد هجن الرياسة الثامنة، شكرا من الأعماق، يقدم لمن؟ يقدم إلى المؤسسة العملاقة، مؤسسة هجن الرياسة، على دعمها الكبير في رياضة الآباء والأجداد. ولكن العودة إلى وين؟ العودة إلى رمز، العودة إلى رمز محمد بن علي بن الحميدي المنصوري، يبحث عن الدرع الغالي، يبحث عن الفوز والانتصار. شوفوا من اللي تدخل من المناطق الخلفية، ياتي هنا شاهين احمد بن سالم بالسيف الشامسي، يبحث عن فوز وانتصار. وصل الشامسي في هذه اللحظات، ما شاء الله تبارك الله على هذا الشعار القوي، ياتي مع شاهين يبحث عن الرمز الغالي، شعار بن غدير الدرعي وصل على المركز الثالث، ياتي بن غدير ليتدخل في هذه اللحظات، ولكن هنا شعار المطوع وصل، وصل هجام راشد بن بخيت بن علي بن مقارح المري، اول نداء لهجام، بدا يهجم هنا ليتدخل بالمثلث الذهبي. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، الاسم الاخر القادم هنا توكل لغانم بن سيف بن عبد الله بن زعل الفلاحي، وصل، دخلنا الكيلومتر الاخير، دخلنا كيلو الامتحان، وهنا شاهين اللي غير الموازين، الاسماء بدات تسير في هذا الكيلو. الرمز الغالي الى وين؟ الرمز الغالي الى وين؟ الشهم خالد بن علي بن مصبح المقبالي وصل في هذه اللحظات، ولكن شوفوا من القادم الرسمي لحمد بن سالم بن علي الف هيده المري، وصل الرسمي، ياتي ايضا ليبحث عن الرمز الوسمي، عن الرمز الرسمي بالفعل، يسير ولكن شاهين الشامسي، الشامسي على الصدارة، الشامسي على المركز الاول. احمد بن سالم بن سيف الشامسي يسير الى مقدمة الشوط، ال 500 متر الاخيرة النهائية، الرمز، الرمز تسعيرة هجن الرياسة الثامنة. الله الله
السيارة الفاخرة النيسان بترول ستيشن المقدم هنا، المقدم للفائز بالمركز الأول. شاهين يا شاهين، شاهين يا شاهين، السلامات عيناوية، السلامات إلى العين، إلى العين، إلى زاخر الشامسي، إلى زاخر هنا أيضا يأتي مع المركز الأول. أحمد بن سالم بالسيف الشامسي، سلام عيناوي، سلام، سلام شاهيني، سلام، سلام شاهيني، سلام على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس على هذا الفوز ولحظات الوصول. المركز الثاني وصل فيه أيضا اللي هو الرسمي حمد بن سالم بن علي فهد المري. المركز الثالث الوصول من الشام خالد بن علي بن صبح المقبالي. المركز الرابع مختبر حمدان بن محمد بن غدير الدرعي. والمركز الخامس وصول من متعب مطر بن حمد بن عصيان المنصوري. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، هنا مشاهدينا الاعزاء نعود بالتوقيت الافضل من خلال شاهين 6 دقائق ثانية واحدة وجزءا واحدا من الثانية. هكذا تهانينا والناموس لمالك شاهين احمد بن سالم بالسيف الشامسي. المركز الثاني 6 دقائق 5 ثواني 8 أجزاء من الثانية. وصل الرسمي حمد بن سالم بن علي الفهيد المري. المركز الثالث كان أيضا أداؤه كبير ب6 دقائق 7 ثواني و9 أجزاء من الثانية. تهانينا من الأعماق نزفها إلى مالك الشام خالد بن علي بن مصبح المقبالي. هكذا مشاهدينا متابعين الكرام عشاق الأصالة شاهدنا أشواط الرموز الغالية مشغلة للرصاص.